طيب عايزين نعرف يا فندم ايه ابرز القوانين اللي انتجها المجلس في دور الانعقاد الاول؟ يعني عندنا مثلا قانون شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها، ده كان لحمايه المرافق العامه والارواح والمواطنين من خطر العاملين اللي بيتعاطوا المواد المخدره داخل الجهاز الاداري للدوله. قانون الفصل بغير الطريق دي برضه خاص بالقضاء على العناصر الارهابيه من الموجودين في الجهاز الاداري في الدوله. قانون السقوط السياديه، قانون الموارد المائيه والري. النهارده وتغليظ حقوق عقوبه التحرش دي كانت مهمه جدا برضه. قانون العقوبات طبعا طبعا طبعا، قانون تجميع بلازما الدم، قانون صندوق مواجهه الطوارئ الطبيه، العلاوه الدوريه، اعاده الهيكله والصلح الواقع من الاساس. لا، عدد مهم من القوانين تم اقرارها. كلها بتنحاز للمواطن المصري. ده طيب بالتاكيد. هل يا فندم التنوع السياسي وعدد الأحزاب الكبير هل ده أضاف للمجلس حاجة؟ ده بلا شك احنا عندنا ايه أضاف يعني ايه يا فندم؟ 13 حزب. طيب ال 13 حزب بيشكلوا 475 نائب، وده عدد كبير جدا من الحزبيين بالمقارنة بعدد المستقلين 117. والتواجد الحزبي والكبير ده بالإضافة إن في حزب أغلبية أدى لاستقرار داخل المجلس وتنوع في التركيبة السياسية وتنوع في الأفكار وتنوع في الأنشطة، كان للمعارضة شكل متميز جدا في هذا الدور، أداء راقي جدا، أتيحت للمعارضة مساحة كبيرة جدا بحرية شديدة. يمكن لأول مرة كان حزب الأغلبية أحيانا بيقف في صف واحد مع المعارضة في بعض الأمور، وكان بيتعاون مع المعارضة في الحياز لصالح المواطن. أداء الأغلبية كان واضح الحقيقة. الأداء الأغلبية كان متميز جدا، وإنه ما كانش فقط ضد المعارضة وإنما كان متعاون إلى أقصى حد، سواء مع الحكومة أو مع المعارضة، المهم في النهاية كان صالح المواطن، ده كان الأهم. طيب يا فندم يعني نقدر نقول الشباب المرأة أضافوا إيه لدور الانعقاد الأول في المجلس؟ إحنا عندنا من الشباب لغاية سن 35 ما يقرب من 61 نائب، تقريبا 10%. المرأة 164 امرأة، وكان أداء المرأة متميز جدا. ومش عايز أقول لحضرتك كمان إن إحنا عندنا النائبة سحر البزار فازت برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب على مستوى العالم في الاتحاد البرلماني الدولي، وده لوحده سيادة كمان المستشار كان. المرأة بتشرف في كل مكان طبعا، وأنا منحازة للمرأة طبعا طبعا. فالنائبة سحر البزار الحقيقة بنشيد بوجودها في رئاسة هذا المنتدى، وبنشره بها كامرأة وكشابة في نفس الوقت. لا، كان أداء متميز للشباب وللمرأة. طيب ده اللي حصل في دور الانعقاد الأول. طيب إيه المطلوب بقى من المجلس في دور الانعقاد بقى اللي جاي؟ الحقيقة لا، عندنا مجموعة من القوانين المهمة في دور الانعقاد الجاي في المرحلة اللي جاية، زي مثلا إصدار تشريع متكامل لمنظومة السعر العقاري والسجل العيني، عندنا قانون المالية العامة الموحد، قانون التأمين الموحد، قانون تنظيم وتنمية واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا مجموعة كبيرة من قوانين، قانون الأحوال الشخصية. طيب يا فندم كان إيه بقى يعني شكل التنسيق ما بين مجلس النواب والحكومة في الفترة اللي فاتت؟ كان في تعاون تام، والحقيقة أنا بقى في حضور الأستاذ الوزير على أفواه وأداء الحكومة، وكان كذلك الدكتور مصطفى مدبولي يعني الحقيقة عمل عدد كبير جدا من اللقاءات مع السادة النواب ورؤساء اللجان ومؤسسي الهيئات البرلمانية وحزب الأغلبية. اللقاءات كانت مستمرة، وكان في تعليمات مباشرة من المعالي الدكتور مصطفى مدبولي إلى السادة الوزراء بالتعاون مع السادة النواب وتسجيل كافة العقبات، وده الحقيقه كان تفهم كبير من الحكومه، بنشكر الحكومه عليه. في تعاون يعني؟ بالظبط كان في تعاون.
طيب بالنسبة بقى لمجلس الشيوخ، كان ازاي شكل التعاون ما بينكم؟ مجلس الشيوخ له دور ودور مهم جدا، ويمكن لمسناه في فترة قصيرة الفترة اللي فاتت. مجلس الشيوخ له اختصاصات حددها القانون، في بعض القوانين كانت بتذهب لمجلس الشيوخ، وكان الحقيقه كان ينجزها بصوره سريعه جدا ومهمه، ورغم المناقشات الكثيفه اللي قام بها مجلس الشيوخ. وفي قوانين زي قانون التعليم مثلا، مجلس الشيوخ كان له دور في انه رفضه ورجعه. يعني نقدر نقول انه كان في تعاون كبير الى حد ما، وفي تناغم الحال. وفي تناغم كمان يعني بطبيعة الحال احنا بنكمل بعضنا يعني. ده واضح، ده واضح. طب هل يا فندم المجلس يعني نقدر نقول انه هل في الدورة دي شهد اكبر نسبة التزام في الحضور من النواب؟ ده اكيد، رغم ان في مش كده كورونا، لكن رغم بالظبط يعني رغم جائحة كورونا، لكن التزام النواب ما تاخروش. معلش انا هقول لحضرتك، يعني ما فيش ظاهره تزويغ يعني لا خالص. هو بصراحه هو واضح يعني في التزام لبدايه المجلس، فكان في حماس شديد من النواب ان يبقوا حاضرين، وكان في يعني الحقيقه التزام كمان حزبي ان لا هنحضر، لا كلنا هنحضر وموجودين. الساده النواب يعني انا بقدم لهم كل الشكر على الدور الكبير اللي قاموا بيه. طيب انا محتاجه من حضرتك تقول لنا يعني رايك ايه او تعليقك ايه على اداء رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي. يمكن تكون شهادتي في السيد المستشار الدكتور حنفي الجبالي مجروحه، لكن النهارده انا قدمت له كل الشكر، لانه الحقيقه قدر باداء راقي. هو يستحق وحكيم. يستحق بالتاكيد. اي اداء هادئ حكيم، ده صحيح، مستذن، ما فيش فيه انحياز لاغلبيه او لمعارضه، كان متوازن تماما. لغة عربية سليمة ومنضبطة، رجل قانوني بارع من الطراز الأول. كان أداؤه الحقيقة أعطى انطباع إيجابي في الشارع المصري، وكان صورة راقية لمجلس النواب المصري. أنا حقيقي بشكرك جدا سيادة النائب والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب.